بغدادي وعلى الهواء مباشرة أحييكم مشاهدي التغيير وأنا ألتقيكم واحدة من أهم الملفات والقضايا العراقية. أحبتي المشاهدين، التحركات الأمريكية والاستحضارات الإيرانية والرحلات المكوكية للعراق ودخول البارجات وحاملات الطائرات والطائرات المقاتلة والتحركات الأمريكية في منطقة الخليج العربي تنذر بمخاطر عديدة. هل يمكن القول أن طبول الحرب بدأت تقرع في هذه المنطقة؟ هل دخلت المنطقة في عمق الزجاجة؟ هل ما زالت هنالك خيارات للحل السياسي؟ بين هذا وبين ذاك، كيف تراقب الحكومة العراقية ما يجري في هذه المنطقة وبالذات أن العراق منطقة ساخنة في هذا الاتجاه؟ العلاقات الدولية العراقية واستثمار الثقل العراقي في صراع من هذا النوع إلى أي مدى يمكن أن يستفاد منه أو تستفاد منه الحكومة العراقية؟ هل العراقيون بكل القوى الممثلة في الحكومة العراقية متفقة على سياسة حكومية واحدة أم أن التشظي في المواقف ما زال عنوانا لهذه الحكومة كما تعود عليه؟ المراحل التي مرت من إرهاب وخوف وموت وجوع كانت مؤلمة جدا على حياة العراقيين، لكن وبتقديرات السياسيين المرحلة الحالية هي قد تكون من أخطر المراحل التي يمكن أن يمر بها العراق، لأن هنالك من يراهن على تفجير صراعات شيعية في الجنوب، هنالك من يراهن على أن يتفجر من جديد الوضع الطائفي، هنالك تحذيرات عديدة. في هذا البرنامج تحديدا وضيفي في هذه الحلقة أحاول أن أستوضح مدى تأثير المتغيرات الدولية والأقليمية على العراق وكيف هي السياسة العراقية تجاه هذه المتغيرات. يرافقني ضيفا السياسي المستقل الأستاذ محمد الدايني. أهلا وسهلا. مرحبا أسلام داجي. مرحبا، شكرا لك أستاذ محمد. من المقدمة أيضا أنه في ظل ما يجري من متغيرات على المستوى الأقليمي والمستوى الدولي صار خطير للأحداث، هل العراق مستوعبا لطبيعة ما يجري؟ هل العراق الآن يراقب بدقة ما يجري؟ هل العراق قرارا سياسيا مستقلا أم أن العراق ما زال واقعا تحت تأثيرات آخرين وأن هنالك أجندات تتلاعب في السياسة العراقية الخارجية؟ شكرا لك أستاذ نجم، وتحية لكم ولشعبنا الكريم. حقيقة العراق هو جزء من منظومة دولية، وهذه المنظومة تتأثر بالسلبي والإيجابي لما يحيط فيها. أنا أعتقد القرار العراقي لا زال قرار قاصر، والسيادة العراقية لا زالت منقوصة، والدليل على ذلك وجود القوات الأجنبية المنتشرة بشكل كبير في العراق، وهناك تدخل خارجي فيما يخص القرار العراقي. الوضع في العراق إذ لم نتعامل عليه وفق منظور المصلحة الوطنية العليا، أنا أعتقد نحن في دوامة الخطر، والعملية يحتاج وقفة حقيقية من قبل رجال الدولة المختصين ومن يمتلك الشجاعة ليعطينا فكرة واضحة، وتحديدا هنا أتحدث عن المعني بالقرار العراقي ابتداء برئيس مجلس الوزراء والأخوة القائمين المختصين في هذا الملف، وعليهم أن يصارحوا شعبنا. حقيقة هذا الموضوع يجب أن نضع النقاط على الحروف. ماذا يوجد في العراق؟ القوات الأمريكية المحتلة لا زالت متواجدة بشكل كثيف في العراق، هناك قطاعات أجنبية موجودة في العراق. أنا أتحدث هنا كي نعطي طمأنة لشعبنا العراقي العظيم، هذا الشعب الذي ضحى الكثير وعانى الكثير منذ الاحتلال ولغاية يومنا هذا. نحتاج أن نصارح شعبنا فيما يخص هذه الملفات ونتحدث بشجاعة عالية. أين الحقيقة في هذه الملفات؟ اليوم إذا كان هناك مصلحة مع طرف معين على المسؤولين أن يظهروا إلى العلن ويتحدثون مع شعبنا، إذا تتواد هناك مصلحة مع هذا الطرف عليهم أن يتحدثوا بصراحة كبيرة، لأن إحنا المصلحة الوطنية العليا يجب أن تتغلب على باقي مصالح دول المنطقة. دول المنطقة الكثير منها لا تريد الخير للعراق ولديها أجندات، وهذه أجندات خطيرة جدا
على العراق وهاضمين ما يحدث من تداخل وصراع ونفوذ من قبل دول إقليمية ودول أيضا بعض الدول العربية مع الأسف، دورها خطير لا يقل دورها عن الأقطاب الأخرى اللي تتداخل بالملف العراقي. أنا أعتقد المصلحة الوطنية يجب أن تتغلب هنا. المصلحة فيما يخص الملفات اللي لها عامل مساعد لطمأنة الشارع العراقي، الأطراف المعنية الوطنية اليوم تصدر المشهد العراقي أن تكون واضحة المعالم وتضع النقاط على الحروف. طيب بهذا التوصيف، ما هو الشيء الغامض الذي يدعوك أن تقول أنه يجب أن تكون هنالك مصارحة؟ أنت كسياسي مستقل، ما هو الغامض في السياسة العراقية الخارجية أو بالتعامل مع المعطيات الدولية والأقليمية حتى اللحظة؟ أخي أستاذ نجم، كل شيء غامض اليوم، والدليل ما أريد نروح لتفاصيل أعمق، زيارة الضيف الذي زار العراق يوم أمس وزير الخارجية الأمريكي بهذه الطريقة حقيقة ما كان عنده برنامج، يعني نتحدث بصراحة، من إجا ودخل الأجواء العراقية وذهب بلقاء جدا قصير، ما كان عنده برنامج بروتوكولي وملفات يبدي يتعامل معها بالند مع طرف مهم مثل العراق. اليوم العراق هو قطب مهم في المنطقة، هو بيضة القبان. اليوم العراق إذا تعاملنا بطريقة حكيمة نستطيع أن ننفذ ونخرج العراق من عمق الزجاجة. الوزير الخارجي يوم أمس كانت لديه رسائل، وهذه الرسائل أوصلها على بشكل كانت واضحة بالنسبة لنا وعلى عجل، وهناك حراك سياسي دولي موجود تقوده أمريكا في أوروبا وفي الدول العربية. قبل أن أذهب لرسائل السيد وزير الخارجية الأمريكية، أنت تدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية في صراع أنت تقرأه وأنا أقرأه اللي موجود الآن العراقي الأمريكي، كل الطرفين عندهم شعار: إن لم تكن معي فأنت ضدي، والعراق واقع بين فكين أصبح فريسة. في مثل هذا النوع، هل العراق يميل باتجاه على حساب اتجاه آخر؟ العراق إذا بقى في منطقة وسطى من الذي يحميه؟ كيف ممكن أن تدار المصلحة الوطنية في صراع مع أقوياء في بلد لا يمتلك عناصر قوة، لأنه جبهة الداخلية ممزقة، قوى سياسية غير متفقة، حكومة حتى اللحظة تغلب مصالحها على مصالح الشعب، حكومة غير مكتملة. بالتالي عبد المهدي، ما هي عناصر القوة التي يمتلكها الآن حتى يكون ندا هنا أو ندا لذاك؟ أنا أعتقد العراق أكثر دولة بالمنطقة تمتلك عناصر القوة تستطيع أن تحمي مصالح البلد، لكن شو يحتاج؟ يحتاج جرأة وشجاعة بالطرح، وبنفس الوقت يحتاج حكمة بالتصرف مع كل الملفات. اليوم العراق أنا أعتبره نقطة ارتكاز فيما يخص المنطقة. اليوم العرب محتاجين العراق، دول الإقليمية محتاجة العراق، الأمريكان محتاجين العراق، ما يصير إحنا ضبابية بالموقف. اليوم إحنا إذا أكو مصلحة عراقية خالصة مع طرف، أنا أعتقد يحتاج رئيس الوزراء أن يكون شجاعاً ويخرج للعلن ويصرف وفق هذا المعيار، لا أن يترك الوضع سائد بهذه الطريقة، يذهب إلى إيران ويتحدث عن المصالح الإيرانية، ويذهب إلى السعودية ويتحدث عن المصالح السعودية، ويذهب إلى تركيا. أنا ما أتحدث فقط على رئيس الوزراء، يعني كبار المسؤولين العراقيين هنا يحتاج رؤية واضحة. احنا عندنا اطار عام اليوم يخص مصالح اليوم اعطيك العراق. اعطيك مثل يجب ان نتعامل على هالاساس، بهذا الاساس الذي انت تتمناه. السيد عادل عبد المهدي في زيارته الاخيرة الى المانيا والى فرنسا، وهنالك اخبار على التعاقد مع شركة سيمز الالمانية لتزويدها بالطاقة الكهربائية، هذا تعارض مع المصلحة الامريكية على أساس شركة جنرال إلكتريك، لأن الأمريكان يقول النفط والغاز، الطاقة والغاز في العراق خط أحمر. اصطدم السيد عادل عبد المهدي في موضوع مثل هذا، شلون؟ لا، هو حقيقة ليش يحتاج جرأة وشجاعة بالطرح وبالمواقف. اليوم ليس فقط مع ألمانيا، هو أبرم اتفاقيات مع إيران، وأبرم اتفاقيات أيضا مع السعودية، وأبرم اتفاقيات مع ألمانيا، وهناك اتفاقيات أيضا مع الأمريكان. أنا أعتقد هذه اتفاقيات تداخل بالمصالح لهذه الدول، كيف راح نحل هذه العقدة والتداخل؟ أنا أعتقد حتى فيما يخص موضوع الطاقة
والكونتراكت العقد مع سيمنز ما اعتقد راح يمضي، لان الامريكان لن يسمحوا بهذا، لان سبق ان جربنا في فتره حيدر العبادي وانصدم الجدار الامريكي. اليوم المصالح الامريكيه تتغلب عن الكل، احنا يحتاج لنا رؤيه واضحه كي نتعامل معها لا ان نكون تبع. اليوم العراق دوله عظيمه، دوله تمتلك هسه انا اليوم حددت مصلحتي او جزء من مصلحتي الوطنيه بالتعامل مع سيمنز. هنا الامريكان تعارضوا مع هذه المصلحه. وعندما ذهبت الى ايران وفق معطيات انا امن بها تعارضت هذه المصلحه مع السعوديه. وعندما ذهبت مع عمان تعارضت هذه المصالح مع تركيا. وبالتالي كيف ممكن في ظل صراعات من هذا النوع الذي كل يعتقد ان العراق من حصته حكومه ان تدير مشهد بهذا الشكل؟ الطريقه اداره الدوله ومؤسسات الدوله طريقه غير صحيحه استاذ نجم اخي. لهذا السبب الدول اللي تم الاتفاق معها وفق اتفاقيات انا اعتقد لن تكن في مصلحه العراق لاجل ارضاء طرف على حساب طرف. هذا القفز لا يمكن ان نحقق مصلحه العراق. اليوم مصلحه العراق تتحقق من خلال وجودنا كدوله كبيره له قدره التاثير في القرار اللي يخص المنطقة كلها. اليوم المصلحة وين مصلحتنا مع أي بلد من هذه البلدان؟ نتحدث بجرأة وشجاعة ونروح بهذا الخيار، ما نروح بخيارات متعددة. الخيارات المتعددة ما راح تضينا. أستاذ محمد خليني أكون صريح معك، أنت تريد منطق وخيار وصوت قوي في منطقة وتفرض قرارات في المنطقة، وانت ما عندك صوت ان تختار لك 4 وزراء صار لك 6 شهور. طبعا اكو خلل هنا، يعني هنا اكو خلل. ولذلك الامنيات في السياسة لا تستطيع ان تحقق ان تتحقق لمجرد انه انت تتمنى. انت لديك خلل كبير في الداخل، انت داخل مجلس النواب ما تقدر تمرر حكومة، ما تمرر وزراء، وبالتالي يصبح لديك صوت اقليمي دولي يفرض على الاخرين. هذا موضوع آخر، وأيضا هذا موضوع خطير حقيقة ولازم يتعالج، وإلا صار يصير سنة الكابينة الوزارية رئيس وزراء ما يقدر يكملها. إذا من يعمل على إدارة هذا الملف حقيقة؟ هنا لازم رئيس وزراء. ليش أقول لازم يكون قرار جريء وشجاع عراقي كيف نتعامل مع هذه الملفات؟ لذلك أنا أريد أدخل في العمق في 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 إنتاج الفكرة، في إنتاج الحل، وأبتعد عن التوصيف. يعني أنتم سياسيون تقولون نحن مستقلون، تتمنون هذا، وبالتالي هذه الأمنيات كيف نحققها ونسويها واقع موجود على الأرض. الآن الكل ينتقد السيد عادل عبد المهدي، والكل يريد من السيد عادل عبد المهدي، ويبدو لا أحد يعاون السيد عادل عبد المهدي. لا هو لازم يعاون نفسه، هاي لأن هو رئيس مجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية العليا بالبلد. هو يجب عليه أن يعمل على إكمال الكابينة الوزارية ويبتعد عن الضغوط، وإذا ما يقدر حقيقة يطلع للجماهير للشعب يصارح الشعب. إذا ما خرج من عمق الزجاج اللي هو فيه أنا أعتقد الوضع خطير وتتفاقم الأزمات بالبلد. لهذا السبب إحنا نعول عليه الرجل يعمل على إكمال الكابينة الوزارية وينطلق باتجاه السياسة الخارجية للعراق. اليوم العراق كلها محتاجين، إيران محتاج العراق، أمريكا محتاج العراق، تركيا محتاج العراق، الخليج محتاج العراق، وبالتالي يقدر يلعب هذا الدور، وهذا الدور أنا أعتقد محوري. المصلحة وين تتطلب؟ بأي اتجاه يروح يشتغل بهذا الاتجاه ويعلن بيكون بشكل واضح. لا نذهب باتجاه سياسة القفز هنا وهناك، هاي أول شيء تضعف قدرته، وهو سياسي محنك الرجل، يعني احنا نعرف عنه يستطيع ان يعمل ويستطيع ايضا ان يتعامل مع الازمات بعيد عن الضغوط. اليوم من ذهب فرضا الى وقع عقد مع سيمنز، هو ليش راح الى سيمنز؟ لان اكو ضغوط عليه. اليوم اكو جهات سياسيه مؤثره بالعمل السياسي العراقي وذهب بهذا الاتجاه حتى يقنعهم. واحد منهم سيد مقتدى، لأن تعرف سيد مقتدى يمتلك ما يمتلكه من عناصر القوة والجماهير، يخاف من خلال المرحلة الجاية إذا كهرباء ماكو، وهذا اللي راح يصير. اليوم إحنا من ننظر للتوليد في العراق ما يتجاوز 12500، أحسب شهر من الآن شقد اليوم قدرة التوليد عندنا راح تنزل للنص، يعني إذا تنزل للنص بحدود 6000 المن راح يغطي. فإذا أزمة الكهرباء بس ما قال له روح السيمنز تحديدا، هو انطال خيارات، هو يفترض هو يرسم سياسة الدولة مع من يتعامل مع الألمان
بس شو راح يواجه الأمريكان وشركاتهم اليوم؟ الأمريكان كل هاي الإشكاليات اللي صارت 16 سنة ما عندنا كهرباء، ليش ما يقدرون كان يجيبون لنا الكهرباء؟ مو هاي الكهرباء. ولذلك في اتفاق اللاحق قبل أيام أنه الآن السيد عادل عبد المهدي يتعامل بحزمة واحدة مع شركة أكسون موبيل الأمريكية. هل هذا نوع من السياسات المستقرة؟ هل هذا نوع من سياسات الترضية التي ينتهجها السيد عادل عبد المهدي؟ هنا رضى الألمان بسيمنز، هنا رضى الأمريكان بأكسون موبيل وجنرال إلكتريك، هنا يرضى الإيرانيين بهذه الشغلة. هذه السياسة صحيح. هل تجدونها أنها سياسة التعامل مع كل الأطراف؟ صحيح، بس هذه السياسة يجب أن يحسبها بشكل صحيح. اليوم من يروح السيمنز لازم يحسب الأمريكان، هل الأمريكان راح يكونون مع هذا؟ اليوم خلنا نتحدث بصراحة، هل إحنا نمتلك القرار السيادي العراقي؟ أنا أعتقد لا، قرار السيادي العراقي اليوم ناقص، والدليل وجود القوات اليوم موجودة منتشرة في البلاد والقواعد، وما نعرف إيش قد حجمها اليوم، كم قاعدة بالعراق؟ أقول لك اليابان لحد الآن بها قواعد ما أمريكية. مشكلة، أكو اتفاقيات، بها قواعد أمريكية، أكو اتفاقيات، لا بموجب اتفاقيات، وهذا أيضا بموجب اتفاق. إحنا ليش تتحسس بأكثر؟ أو في بعض الأحيان نحاول أن نجد تبريرات أكثر تخلق حساسية أكثر مما يجب. ما هاي البلدان بيها، وبلدان تمتلك قرار وتمتلك سيادة وتمتلك كذا وتمتلك صحيح. كذا. إحنا ليش نعلق هذا على الوجود الأمريكي؟ ما الوجود الإيراني موجود، واستخبارات العالم كلها موجودة. من اليوم أنا ما عنده استخبارات ومخابرات تعمل بالعراق؟ هو التداخل اليوم، ملفات كثير اليوم كلها تتدخل بالشأن العراقي، لكن أنا أركز على القواعد اليوم موجودة. أنت جنابك لو تعرف البارح بتكريت وبيجي الطيران F-35 جاء تشتغل اليوم، الطيران الأمريكي في كل مكان متواجد. أنا ما عندي مشكلة إذا تحدد مسارها ضمن اتفاقيات، وهذه اتفاقيات تعلن. احنا ما يصير اليوم ما نعرف احنا جزء من مشروع سياسي. رئيس مجلس الوزراء قال الوجود الامريكي في العراق بناء على طلب من الحكومة العراقية، وهذا الوجود لغرض التدريب والاستشارة. هذا الموقف الرسمي للحكومة العراقية. خلونا نتفق مع هذا الرجل على هذا. وبذلك انا راح اسألك سؤال. انا في مقال اليوم قرأته لسيدة فاضلة كتبته، خلاصة المقال يقول لك انه العراق أو أنه يجب أن ينتبه، أو أنه السياسة الموجودة حاليا أنه العراق ما يظل يقمز هنا وهنا. التجربة اللي حصلت بالخليج، أنت بحاجة إلى حليف دائم، التجارب تقول هذا. لماذا لا نشتغل بالتجربة التي اشتغلت عليها دول الخليج العربي بالحليف الدائم؟ أيام النظام السابق كان الحليف الدائم روسيا. أي صحيح، بس أكو ضوابط لهذا الحليف، أكو مسارات يعمل عليها، أكو اتفاقيات، هذه اتفاقيات معلنة مو اتفاقيات مخفية ما نعرفها. لهذا السبب إحنا ما عندنا مشكلة إذا يروح ضمن المصالح اللي تخدم البلد مع أي طرف يعتقد هذا هو يحدده، هو يحدد المسارات حتى هو يتحمل المسؤولية. اليوم يريد يروح ويا الإيرانيين، يريد يروح ويا الأمريكان، يريد يروح ويا الأتراك، يريد يروح ويا بعض الدول العربية، ما مشكلة، بس أكو اتفاقيات خلي تصير واضحة، خلي يظهر للعلن، يتحدث مع الشارع العراقي يقولهم يا أخوان إحنا ترى راح نروح مع الأمريكان حتى نحمي مصالح البلد، أكو مخاطر كبيرة. اليوم طبول الحرب تقرع أستاذ نجم، تتحدثت في بداية المقدمة مع جنابك، طبول الحرب تقرع، واليوم هاي البحار والخليج عبارة عن قطاعات كلها أمريكية، وهذه القطاعات ما جت للونسة، ما جت تزور متنزه الفساد. اليوم جت أكو عدها مهمة، لأن هذه تكلف أمريكا، أمريكا دولة مؤسسات، الدولار اليوم من ينصرف يعني أستاذ محمد، إحنا عندما نقول أن طبول الحرب بدأت تقرع، أنه اليوم طائرات B-52 يعني 5 دخلت في منطقة الخليج العربي يمكن، وأيضا دخلت في عمان، وهذه مؤكد للمختصين أن هذه الطائرات عندما تدخل إلى هذه المنطقة فإن الحرب على وشك أن تقع. هل الصورة هي بهذا الشكل فعلا، أن يعني طبول الحرب بدأت تقرع ونحن ما زلنا نتفرج لم نحسب خياراتنا؟ كل المؤشرات اللي نمتلكها أنه الأمريكان رايحين بهذا الخيار، وأهم هذه المؤشرات خلال الساعات الماضية 5 طائرات القاصفة اللي هي B-52 هاي ما تخرج، يعني بالحرب وال91 دزوا فقط 2، وعندما احتلوا العراق كان طائرتين، اليوم 5 طائرات. هذه الطائرات جابوها شنو يعني شنو نزهة عندها إذا مو أكو مهمة، وهذه المهمة ضمن حسابات ودراسات معينة تخدم للمصالح مالتهم. أنا أعتقد الأمريكان رايحين بهذا الخيار. اليوم الأمريكان مؤشرات كلها
تدل على أنه أمريكا قرارها كان واضح، هو إنهاء النفوذ الإيراني بالمنطقة، وأيضا ما راح يوقفون عند هذه النقطة، راح يذهبون باتجاه لتغيير النظام الإيراني داخل إيران. هذا ما يهمني يعني بالنسبة لي، أنا يهمني اليوم شلون نتعامل مع شعبنا وشلون نحمي مصالح شعبنا وكيف نستفاد من التجربة الماضية ونكون عامل وقطب مساعد، نكون مؤثرين في كل الملفات ونبدي شلون نتعامل معها. المسؤولين الأمريكان من يجون نسمع في بعض اخواننا السياسيين يظهرون انه ينقلون رسائل، ما يحتاج ينقلون رسائل، الرسائل كلها انه يعني زياره وزير الخارجيه البارح كانت واضحه. يعني انا هسه انت تحكي بقضيه السياده حتى اجي على زياره البارحه سيد وزير الخارجيه الامريكي. اكو فرق انت لما تتعامل يا دوله كدوله، نتذاكر بقضيه مصلحه تهم الشعبين وبالتالي هذه المصلحه تؤطر في اتفاقيه، واكو فرق لما انت تملي عليه رسائلك. انت يعني زياره وزير الخارجيه الامريكي السيد عادل عبد المهدي حذره من المساس بالمصالح الامريكيه، واذا تعرضت هذه المصالح فسوف نفعل واحد واحد، وكذا بالنسبه للحشد الشعبي يجب ان ينسحب من سهل نينوى، يجب ان ينسحب من المناطق الغربيه، ويجب ان يحل الحشد الشعبي ويمنع تغلغل نفوذه في دوائر الدوله. هذه الرسائل انت كانه تتعامل مع ولايه، وحتى ولايه امريكيه لا تتعامل معها بهذا القدر. هذه رسائل، هل هي املاءات؟ وبالتالي الحكومه العراقيه كيف تستجيب لها؟ بمثلها كانت هنالك رسائل ايرانيه. الرسائل الامريكيه واضحه حقيقه، ما تحدثت به هو عين الصواب. البارح عند لقاء برئيس الوزراء كان الرسائل جدا واضحه بجمله من الملفات. أول شيء تحذير للفصائل الحشد اللي موجودة بالعراق وبالمنطقة، بحيث أي حالة تصير باتجاه المصالح الأمريكية راح يخلونا أيضا في خانة إيران. هنا لازم رئيس الوزراء يعرف شلون يتعامل معها ويحمي شباب الحشد أيضا، هاي نقطة مهمة حقيقة، لازم يعرف شلون يتعامل مع هذه الحالة. اليوم الحشد تعداده أكثر من 160,000، و قسم من هذا الحشد هو الحشد العشائري. الحشد يجب أن يكون مدرك للخطورة للمرحلة القادمة القريبة، عليه أن يتعامل مع هذه الأمور. وسمعنا اليوم أكثر العشرات من مقرات الحشد بدأوا يغلقوها حقيقة في بغداد والمحافظات بأمر حكومي؟ بأمر حكومي طبعا، أمن الحشد وجهاز أمني آخر. يعني استجابة لبومبيو؟ ما لازم نستجيب، ما عندنا خيارات كثيرة. إحنا اليوم إذا نريد نستمر ضمن حسابات حالة التوازن ونكون قطب، علينا أن نغلب المصلحة الوطنية العليا على المصالح لدول المنطقة. السياسة هكذا تقول، غير هذا الوضع خطير. نصيحتي للأخ عبد المهدي أن يتماشى ضمن المصلحة، يتغلب مصلحة العراق على المصالح الدول الأخرى ويتجنب الضغوط. أنا أعرف عليه ضغط كبير، وهذه الضغوط لازم يتعامل معها بحكمة وعقلانية، ويتحدث مع الأخوان اللي جاي يضغطون عليه ضمن المصلحة العليا للعراق والعراقيين، وإلا الأمور ربما تفلت وتروح بخيارات أخرى. وأعتقد الوضع بعد ما يتحمل، لأنه السياسة الخارجية الأمريكية وسياسة المنطقة، أنا أعتقد اليوم ننظر للحالة مثل ما حدث قبل الغزو الأمريكي قبل 2003، نفس اللقاءات الاجتماعات، الجهد الدبلوماسي الأمريكي الأوروبي العربي، وهذا راح يوصلنا لحالة الحرب. جنابك أكيد تعرف قبل 3 سنوات من صارت موضوع قناة السويس. قبل قناة السويس بهذا الشكل أنت الآن ممكن أن تستجيب للضغوطات الخارجية، لكن راح يظهر عندك ضغط من نوع آخر. هذه القوى والفصائل يقول لك البارحة أنت احتاجتني وجبتني وتفقتني وسلحتني ورحت قاتلت، هذا انقصت رجله وذاك مات وهذا جهالة داحة، واليوم تخلص مني بناء على رغبة أمريكية الذبني خلصت، يعني خلصت حلاوتنا. هذا ممكن أن يوجه بندقيته باكر ضد الدولة، وهذه القوى ممكن أن تتكاتف مع بعضها البعض وتصبح قوى قوية، وهي قوية بالفعل، وبالتالي تكون مناوية للحكومة. راح تولد عندك صراع بالداخل أخطر من الصراع الذي أنت فيه الآن. صحيح، لهذا السبب نحتاج سياسة حكيمة بالتعامل
اليوم الأمريكان يتعاملوا بأغلب الملفات هي سياسة التوريط. وأحكي لك على المستوى الشخصي، أنا كنت ضد موضوع الحشد وإعطاء الدور الحقيقي، الحشد يكون جزء من المنظومة الأمنية حتى نحمي الحشد. اليوم بهذا المسمى أعطينا ذريعة للغرب والأمريكان أن يتدخلوا بهذه الطريقة. لولا الذهاب لخيار التشكيل أنا أعتقد بالإمكان أن نتعامل مع هذه الحالة ونخرج من الوضع. لهذا السبب مسؤولية رئيس الوزراء إذا كان الحالي أو السابق كان يتعامل مع هذا الملف على أساس المصلحة الوطنية العليا. اليوم الصورة أصبحت واضحة، لازم نتعامل معها، لا خيار أمام رئيس الوزراء إلا أن يتعامل مع المصلحة الكبيرة اللي تمس أمن المواطن وأمن العراق. مو ضرر اليوم إحنا إذا أكو مصلحة وجودنا باتجاه الذهاب مع إيران، أنا حتى أكون صريح معك، لأن اليوم أريد أحمي العراق وأحمي مصالح العراق. إذا أكو مصلحة مع الإيرانيين ويتخذ رئيس الوزراء قرار بهذه الاتجاه وقرار محسوم يروح مع الإيرانيين، إذا المصلحة تتطلب في ذلك، وإذا المصلحة تتطلب مع الآخرين يروح مع الآخرين حتى يوفر غطاء ويحمي البلد ومصالح البلد ويأخذ على عاتقه المسؤولية الكبيرة ويطلع. يعني أنا كحكومة الآن لو أنا السيد عادل عبد المهدي وأريد أن أسألك، يعني أنا أما أن أعاقب من الخارج وبالتالي أنت ممكن أن تضيف الحشد من ضمن المنظمات الإرهابية، أو تورطني بعملية حل الحشد والحشد بالتالي كقوة قاتلة راح تصير ضدي، يعني أنت من ما أجيبها أنت بخليني تحت مرمى النيران. لا يقدر يخرج من هذه النقطة. اليوم الحشد بالإمكان أن تكون يذوبة بالمنظومة الأمنية العراقية بالجيش بالداخلية بالدوائر الخاصة، لأنه هذا المسمى اليوم حقيقة ذريعة لاستهداف العراق وأيضا ذريعة لاستهداف دول مجاورة العراق اللي هي إيران. لهذا السبب الحكمة هنا شلون نتصرف. أمام رئيس الوزراء فرصة تاريخية، هاني رسالتي إلى حقيقة فرصة تاريخية لإنقاذ العراق والمنطقة ويختم عمره السياسي، عمره طويل إن شاء الله، لكن يختم عمره السياسي باتخاذ قرار سليم، قرار عقلاني يعرف شلون يتعامل في هذه النقطة. والرسائل اللي يوصل لها الأمريكان مو رسائل جاي يشاقون بها معها، لا أبد، رسائل واضحة بالتعامل مع هذه الأحداث، ويأخذ بنظر الاعتبار أنه الحرب قادمة. التواجد الأمريكي في المنطقة كبير جدا، وخلال الساعات القليلة الماضية كانت الحرب كل مصالح أمريكا بالمنطقة أمنوا وجودها إذا كانت الخليج وغير الخليج بموجب ما تفكر به. إذا كانت الحرب قائمة أو الحرب ستقوم أو الحرب على الأبواب أو أن طبول الحرب قد قرعت، المنطق يقول الذهاب مع القوي حتى تحمي روحك. المصلحة هكذا تقول بالسياسة تقول. لهذا السبب يحتاج هو يحدد المسار الصحيح، هو معني بهذا الأمر، يأخذ الخطوة السليمة. يعني أنا لو أصير إيراني لو أصير أمريكي، ما هو اليوم لازم يأخذ الخطوة الجريئة الشجاعة. إحنا أستاذ محمد لا. إحنا خلنا نتحدث بصراحة، هل هي الصورة بهذا الشكل أما أن تكون هنا أما أن تكون هناك؟ لأنه سياسة المنتصف الآن يبدو لي الحكومة لم تنجح بها أم نجحت بها، ما أعرف أنت شلون توصفها. الآن الخيارات أما أن تكون بهذا الاتجاه أما أن تكون بهذا الاتجاه، ما عندك خيار آخر؟ أستاذ نجم راح أتحدث لك كسياسة دولية. فترة أوباما الطريقة اللي تعامل بها ما مختلفة عن بوش أبد، استراتيجية أمريكا بالعراق والمنطقة ترى واضحة. وعندما ذهب باتجاه أعطى المجال للإيرانيين أن يتوسعوا في كل مكان، هاي سياسة أمريكية لغرض خروج إيران من المكان مالتها. هناك اليوم الإيرانيين كانوا يتدخلون بطريقة أو بأخرى غير واضحة غير معلنة المعالم، لكن في زمن أوباما سمحوا لهم فخرجوا للعلن بهذا الشكل. سياسة ترامب كشف كل الأوراق، وتدخل الإيراني موجود اليوم في العراق مثل ما موجود تدخل الإيراني والأمريكي والتركي والعربي، أيضا التدخل الإيراني في المنطقة كل انكشف، لا نستثني أحد. أول شيء في بهذه الفترة هو استنزاف الجانب المادي من دول الخليج والمنطقة، وتعرف واضحة زيارة ترامب إلى المملكة
وش قد أخذ منحتهم مبالغ، والاستنزاف والحلب للاقتصاد لدول الخليج والمنطقة. اليوم الصورة أصبحت واضحة بالنسبة لنا. الإيرانيين أكو ضغط عليهم حقيقة، والإيرانيين أيضا ما كانوا موفقين بإدارة الملفات بالمرحلة الماضية، وأيضا أعطوا ذريعة للأمريكان بالتدخل، وهي هاي جزء من سياسة التوريط للأمريكان في المنطقة. اليوم الحصار الموجود على إيران، يعني إيران ورطت أمريكا بالمنطقة؟ أبد، الأمريكان هم اللي ورطوا الإيرانيين وظهروها كأنما بعبع هي بالمنطقة. وبنفس الوقت الإيرانيين ما صرفوا بطريقة حكيمة لا بوجودهم في العراق ولا بالمنطقة، وأعطوا ذريعة حقيقة سلبية، وبدأت عملية استهداف من خلال هذه التصرف اللي ما كان محسوب بشكل صحيح. اليوم المجتمع الدولي وتحديدا الامريكان، ماكو مجتمع دولي اليوم. اليوم الاوروبيين هسه الجهد اللي موجود داخل اوروبا هو جهد امريكي، والدليل البارح قطع زيارته، كان زيارته الى المانيا وبعض دول اوروبا، واجا ترى ما حد درى به، بس تواجد بالسفاره الامريكيه الله درينا به، هاي حتى جنابك تعرف، والرسائل اللي نقلها رئيس الوزراء واللي نقلها الى رئيس الجمهوريه. اليوم الامريكان يعتقدون العراق امريكي في ظل الظرف اللي احنا جاي نعيش فيه، والايرانيين يعتقدون العراق ايراني. هنا منو يقدر يحدد المصلحه العليا للبلد؟ ماكو، مو شعب، رئيس الوزراء هو الرجل الاول، هو الوزير الاول بالسلطه التنفيذيه، هو يعرف شلون يتعامل وشلون يخرج. لكن يبدو لي المخطط ليس وليد الصدفه. قبل شوي انت ذكرتني بقضيه قناه السويس، انت تذكر قبل سنتين او اكثر الرئيس المصري السيسي افتتح قناه السويس. صحيح. كانت وان واي، صارت تو واي. الان التو واي بمعنى انه فتح خط او طريق جديد لنقل المعدات والبارجات والاسلحه. اذا قرار استنزاف المنطقه او قرار عسكره المنطقه او قرار الوجود الامريكي او قرار الحرب الأمريكية الإيرانية هو مخطط له من سنوات. صحيح صحيح، هذا المشروع في وقتها مر مرور الكرام، كان ون واي وكان بعمق، يعني معروف ايش قد العمق مالته في وقته، لكن من سووه تو واي والعمق مالته زادوا هنا، كانوا يحسبون للأيام اللي احنا بيها وربما الأيام القادمة أيضا لتمرير القطاعات، هذه القطاعات الكبيرة من القوات الأمريكية اللي تدخل للمنطقة. هذا ممر مهم كان وعلى العجلة، ويأمنوا بشكل صحيح، فذهبوا باتجاه ذهاب وإياب. هذا مشروع هو أمريكي نفذوه المصريين ودفعوا فلوسه، دولة عربية خليجية دفعت الفلوس مالته. أستاذ نجم عزيزي، اليوم الصورة واضحة، احنا جزء من مشروع سياسي قائم اليوم في البلد. العملية السياسية حقيقة وصل لحالة الانسداد، والانسداد واضح، اكو تذمر من الشارع العراقي باتجاه السياسيين الموجودين، اكو نقمة على الفساد، ملف الفساد، اكو نقمة على ملف المخدرات، اكو نقمة على ملف الرذيلة اليوم اللي منتشر بشكل، وهاي ثقافة وافدة لمجتمعنا لازم نعالجها. وعندنا تحديات وأزمات كبيرة قادمة لها علاقة بالشأن الداخلي ولها علاقة بالمنطقة، شلون راح نتعامل معها؟ الحكمة أن نذهب باتجاه وين مصلحة بلدنا، وين أنت عرف هاي قضية مصلحة البلد مشروع مؤجل، لأنه في ظل المخاضات العسيرة حتى هذه اللحظة، وقوى سياسية ما زالت تتفاوض على من يكون وزير دفاع ووزير داخلية حقق مصلحتها ومصلحة السيد اللي تأتمر بأمره، هذه قضية عفة. لكن الخشية التي يتحدث بها المهتمون والمختصين والسياسيين يقول لك أنه الآن هنالك مراهنات على تفجير الصراع الشيعي في هذه المناطق، الذي ستأكل الأخضر واليابس. والآن الأسلحة المنفلتة الآن بالبصرة وعملية التأجيج الصراع العشائري الآن الموجود، نار تحت الرماد ممكن أن تأكل، ممكن أن تنتشر، ممكن أن هنالك خشية من سيناريو قد ينزل إلى الأرض مستقبلا. هو كقصور حقيقة بالرؤية، كثير من أخواننا ما يستوعبون المخاطر والأزمات اللي جاي مر بها البلد. السلاح المنفلت أنا أعتقد خلال هذه السنة سيعالج. سيعالج، أكو مشاريع كثيرة هي جتعمل، وهذا الموضوع تدريجيا يبدي معالجته، مثل ما الآن تدريجيا معالجة موضوع الحشد
وكيف يتم التعامل معه. أيضا هذا السلاح المنفلت أو المجاميع الغير منضبطة، المجاميع الخارجة عن القانون، الإجرام المنظم، هذه كلها أنا أعتقد يتم معالجتها إذا تعاملنا بحكمة وعقلانية واتخذنا الطريق الصحيح بأي اتجاه احنا ذاهبين. إذا ظلينا بهذه عملية القفز هنا وهناك، أنا أعتقد المد الجماهيري راح يكتسحنا كليتنا، لأنه أكو نقمة جماهيرية وهناك من يتعامل مع هذه النقمة ربما يشجعها، وبالتالي هذه المخاطر ما راح توقف عند حالة معينة. الحكمة تتطلب من القائمين على القرار السياسي العراقي باتخاذ المصلحة الحقيقية للشعب العراقي. قبل قليل أنت قلت لي أنه قسم من مقرات الحشد الشعبي بدأت أو أغلقت اليوم، بمعنى أنه السيد عادل عبد المهدي سيمتثل للإرادة الأمريكية، وهل سيحل ما تبقى من الحشد الشعبي فعلا؟ هو ما عندنا خيار غير الاستجابة، هذا موضوع، لأنه إذا ما نستجيب راح يستهدفون مقرات الحشد. مقرات الحشد بنوا بها مو شباب عراقيين، وبالتالي المصلحة لازم احنا نغلبها، لازم نتعامل معها حتى نحمي أرواح شباب الحشد. وهذا سوف يصطدم بموقف الحشد. أنا أعتقد أكو حكمة من قيادات الحشد اليوم، وأكو قناعة راسخة أن يذهبوا بهذا الخيار، والدليل اللي يقوم بغلق هذه المقرات هم أمن الحشد. أمن الحشد طبعا، هذا يندل على شيء، يعني هذا أكو وعي وطني طبعا لتمرير أو توفيت الفرصة طبعا. بس أنا نفس هذا الوعي الوطني كيف ممكن أن يخلق أو تتعامل به الدولة لإفشال مشروع الصراع الشيعي، لأن هذا كنا وكان يلوح به آخرين. تتذكر قبل هذه الفترة لمشروع خطير تقسيم العراق من مشروع بايدن، وكانت هنالك وعي جماهيري وحكمة تجاوزنا هذا المشروع. الآن كيف نتجاوز مشروع من يريد أن يفجر صراع من هذا النوع؟ من يتواجدوا العقلانيين أنا أعتقد كل الملفات تحل. ما توقف لحد الآن موضوع استهداف هذه المناطق اللي جنابك ذكرته. اليوم أكو قطاعات جت تدرب داخل القاعدة بالقادسية بالقاعدة عين الأسد. أكو عناصر قطاعات عسكرية جاي يدربوها الأمريكان إلمن. بعدين اليوم أكو أكثر من مشروع داخل قطاعات عراقية له. طبعاً أكو جاي يدربون شباب من أبناء المحافظة. اليوم ذول علم رايديهم خارج الإطار الحكومي، خارج الإطار الرسمي. بعدين أكو يعني شنو الأمريكان يرعون ميليشيا؟ ظاهر أكيد أكو ميليشيات أكو تشتغل أكيد عندهم مشروع، هم خيارات ما يعتمدون على خيار واحد. شنو دول داعش منظمة إرهابية؟ لا 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 لا، هم يعني يدربون ولد المحافظة، يقول لك نسلمهم بعض المفاصل. وين يدربون؟ بالمحافظة بالقادسية بعين الأسد. إيش قد عندك فكرة؟ يعني هاي الدولة المفروض هي إحنا الدولة لازم تعرف، لازم تتداول الامريكان دول شنو واجباتهم مهمتهم وين راح يكونون، خيارات الامريكان جاي يشتغلون عليها شنو. اكو مطابخ امريكيه الان جاي تشتغل على فصل محافظه الانبار عن يعني ينطيها حكم اداري شبيه ب. ايش قد متاكد مصداقيه هذا؟ دقيق جدا هذا الحد. احنا مجساتنا وجنتابع هذا الموضوع، وحقيقه فيما يخص اي شيء في مضره لوحده العراق احنا راح نكون ضده، ما نسمح به ابد. والدليل وقفنا بقوة ولازلنا نقف ضد أي شيء لتقسيم العراق تحت أي مسمى، إن كان إقليم أو كمسميات أخرى يتلاعبون بالألفاظ إحنا راح نكون ضدها. أنا أقصد شنو الجهد المؤسسات الحكومية أو جهات ذات العلاقة المفروض تتداخل، لازم تعرف. فإحنا حتى نعرف وين رايحين الأمريكان جاي يشتغلون، لا تعتقد خياراتهم راح توقف عند هاي، لأن أكو مصلحة كبيرة يفتتون العراق، وهذا مشروع أمريكي إسرائيلي قائم على مدى التاريخ. الموضوع الآخر أستاذ نجم، يعني اليوم الأجواء كلها الأمريكان يعتقدون وصلوا لأهداف استراتيجية هم كانوا يسعون إليه، من ضمنها التطبيع مع الكيان الصهيوني صفقة القرن. وخلال شهرين تعلن رسميا. ليش؟ لأن الظروف اللي مر بها العراق والتداعيات اللي الملفات اللي اشتغلت، وجزء منها ابقى اقول سياسة امريكا الايرانية ما كانت موفقة في العراق، ودفعوا بعض الاطراف الاقليمية العربية باتجاه الخوف من خطر الايراني القادم، راحوا قاموا يهربون الى اسرائيل اعتراف باسرائيل. احنا صحيح قبل فترة ذكروا بعض الشخصيات العراقية رايحة اسرائيل، فعلا صحيح بعض الشخصيات العراقية رايحة لإسرائيل حتى تضمن وجودها. يعني أنت في سياسة من هذا النوع أستاذ محمد،
يعني أنت الآن مرات تمتثل لغرض تجنب المخاطر، لكن أكو قضية أثيرت وتوقف عندها الأقليم وأمريكا لما تعقد اتفاقية مع بحرية الحرس الثوري الإيراني، وهو مصنف بحر منظمة إرهابية من قبل الأمريكان، وتقيم معها اتفاقية في مجالات متعددة. هذا الأمر أثار حفظة الكويت وحفظة السعودية وحفظة الدول الغربية وحفظة الأمريكان. ما الداعي لسياسات من هذا النوع؟ مرات سياستك غير مفهومة، ما تعرف أنت وين رايح بهذه السياسة. هل هي سياسة تحدي؟ هل هي سياسة إرضاء خواطر الإيرانيين؟ هل هي سياسة وفق المصلحة الوطنية؟ هل هو لماذا لم تستخدم التكتيك السياسي في مرحلة من المراحل؟ وبالتالي هذا حصل قبل أيام. ما أفهم أنت شنو اللي ممكن تقول لي إياه أو توصف لي إياه باللجوء ضمن مخاضات صعبة في هذه المرحلة وأن تلجأ لاتفاقات من هذا النوع. أنا مو ضد أن تتفق، لكن تتفق ضمن بيئة تسمح بالاتفاق وتجنبك المخاطر. شنو ليش هيك صار؟ مطلع على هذا الموضوع انت؟ اي نعم، هنا السياسه الحكيمه يجب ان توازي وتعرف شلون تتعامل وفق المصالح. انا اعتقد لا نشتغل بالعاطفه، اليوم من نروح باتجاه خيار وهذا الخيار ربما يسبب لي صداع. اليوم الامريكان مخلين هذه الاطراف في خانه العقوبات وفي خانه الارهاب، انا كيف اروح اتعامل معها؟ تحدثت لك اليوم عن سياسة فرضا تركيا. تركيا اليوم احنا نعتقد ضمن حسابات المصالح ربما راح تعين الإيرانيين، واحنا مطلعين حقيقة على بعض الأمور. الآن اكو وفد أمريكي داخل تركيا جاي يتفاوض حتى يعيق هذه المصالح ويدخل ضمن خانة الحصار المفروضة على إيران. اليوم الدول تتعامل وفق مبدأ المصلحة. المصلحة وين تتطلب؟ المصلحة إذا تتطلب في هذه النقطة تذهب باتجاهها وتكون جريئة وشجاعة وتتعامل معها وفق هذه الرؤية. وين مصلحتي باتفاق من النوع اللي أنا ذكرت لك إياه؟ ما في مصلحة، بالعكس هذا ضرر كبير على البلد ويزيد من عملية الاستهداف. لهذا السبب الأمريكان ضمن سياستهم، مش قد نتفق نختلف معهم، الأمريكان قلقين من هذه الحالة والحالات الأخرى. والدليل مجيء وزير خارجية تحدث بشكل واضح، لو تكونون مع هذا الطرف لو مع هذا الطرف، وإلا إحنا عندنا خيارات أخرى، وبدأوا يلوحون بخيارات أخرى. ليش أقول لك أكو تدريب لبعض الشخصيات من أبناء الأنبار داخل قاعدة القادسية بعين الأسد؟ ليش خيارات؟ الأمريكان ما يشتغلون على خيار واحد، أكثر من خيار، ويبدون هذا خيار ما يشتغل يشغل هذا، ما يشتغل هذا يشغل هذا، ويتعاملون مع والخيار السياسي الأمريكي بالعراق. احنا وين الخيار؟ انا ما جاي احكي عن الخيار. اليوم اكو خيارات أمريكية، إيرانية، سعودية، تركية. وين الخيار العراقي؟ انا اريد خيار عراقي، اليوم اريد مشروع عراقي، اليوم اريد يطلع لي واحد. اخي العزيز، الخيار العراقي بالسياسة العراقية واضح. انت ليش تبقى ما اريد ليش تبقى تسأل بلغة الاستفهام؟ هذه الحركات والاتفاقيات. الآن السيد عادل عبد المهدي أقام اتفاقيات مع عمان، أقام اتفاقيات مع تركيا، أقام اتفاقيات مع ألمانيا، أقام اتفاقيات مع السعودية، أقام اتفاقيات مع أمريكا. هاي الاتفاقيات شو راح ينفذ على أرض الواقع؟ ما راح ينفذ ولا اتفاقية. الاتفاقية اللي راح تشتغل فقط الاتفاقية ويا الأمريكان، كل المؤشرات تقول هكذا. شو راح يتعامل معاها؟ شلون هذه الاتفاقيات؟ ما يصير احنا حالة القفز اليوم اروح للسعودية اوقع اتفاقيات واقولهم احنا نتفق معاكم وضمن اطار سياسي واقتصادي وتجاري والمنافذ، والمنفذ مال السعودية اللي صرفوا عليه 360 مليون ما اعتقد راح يشتغل ابد. اليوم طريبيل ما جاي يشتغل بالشكل الصحيح اتفاقيات اللي ابرمها مع الاردن، الاتفاقيات الاخرى مع الاتراك هم ما راح يقدر ينفذها. اليوم السياسة امر واقع حال، أنا أركز على موضوع ليش ما يقدر ينفذها؟ ما يقدر تتعارض مع المصلحة الأمريكية؟ طبعا اليوم الأمريكان يقول لك أنا العراق كله بيدي. خب خلاص نروح الأمريكان نقول لهم اعطونا الممنوعات واعطونا المحظورات واعطونا نقدر عليه، هو شريد منك، وتعالوا أنتوا قعدوا هنا وخلصونا. هسا احنا من ذاك اليوم نطالب ونشكل حكومة، والحكومة جتي والحكومة نقصت، والانتخابات تزورت والانتخابات باتي، وروحوا المحكمة الاتحادية والقراصنة. إذا القضية بهذا الشكل بعد ليش بدوخينكم وقاعدين ونسولف ونكذب على الناس؟ ولهذا السبب أنا قلت بداية حديثي يجب أن يكون شجاعا ويتخذ القرار المناسب بمصلحة العراق، ويظهر أمام شاشات التلفزة ويبدي خاطب العراقيين يقولهم يا عراقيين ترى أنا رحت بهذا الخيار لحسابات ومصلحة وطنية للعراقيين، غير هذا الخيار إحنا ما نقدر نروح به لأن في ضرر على البلد. أنا أحتاج من عنده موقف، لا رجل هنا ورجل هنا. بالسياسة ما قلت شيء،
مثل ما بعض السياسيين راحوا لأمريكا يتحدثون ضمن مصالح أمريكا، هذا يعتبروه مراهقة سياسية، ويروح لإيران ويتحدث بما يخدم مصالح إيران، ويروح للسعودية ويتحدث بما يخص مصالح السعودية. ماكو هيك عمل بالسياسة، اكو إدارة عام مصلحة. ماكو سياسي، السياسي اليوم يطلع يكون جريء وشجاع وصاحب قرار، يقول أنا رايح أروح بهذا الخيار والأسباب اللي أدت أروح بهذا الخيار، ويا شعب حتى أنتم بتكونون وتحيطوني، لا أن تذهب في خيارات متعددة وبالحصول للنهاية ولا خيار راح يشتغل عندك. وبالتالي فإن السيد عادل عبد المهدي، هل أعدائه في الداخل أصبحوا أكثر من الخارج؟ أكيد. بناء على ما مثل ما أنت تتحدث أنه يجب أن ينفذ الرغبات الأمريكية. هو اليوم ما متخذ قرار بأي اتجاه يروح، هو من صار رئيس وزراء وتقبل يكون رئيس وزراء ما كان حاسبها؟ يفترض كان بيحاسبها، حتى على الأقل يعرف شلون يتعامل. حتى اليوم شركائه اليوم بالعملية السياسية لازم يقعد وياهم على طاولة مستديرة، يقولهم إخواني ترى الوضع، ويبدي يتحدث بلغة الأرقام، بلغة المصلحة اللي تخص حماية البلد ومصالح البلد، ما يصير يتحدث خلاف هذا. شركاء أيضا ما حاسبين أمرهم، شركاء نص سعوديين ونص إيرانيين ونص أمريكان ونص قطريين ونص عندهم جنسيات هواية، شلون يحسم أمره في ظل لا شراكة؟ هو هذا البلاء الذي اجى بيه للعراقيين. اليوم بعض الموجودين بالعملية السياسية مرتبطين ضمن أجندات ومصالح خارجية، اليوم عليه مسؤولية تاريخية، هاي الأجندات يجب أن يضربها كلها يضربها، يقدم المصلحة العليا للمواطن العراقي ويبدأ يشتغل عليها. اليوم الأجهزة الأمنية بيده، المال بيده، السلاح بيده، القرار بيده، اليوم أكو دعم عنده، هذا كله لازم يستثمره. خلاف هذا موجود عنده دعم، عنده دعم، عنده دعم. إيران تجر منا وأمريكا تجر منا، عنده دعم، عنده دعم، عنده دعم، عنده دعم دولي، عنده دعم إقليمي، هو هذا لا يخلو من الدعم اللي هو به. عليه أن يستثمر كل هذه العوامل ويروح بخيار صحيح باتجاه وضع الأمور بالنصاب الصحيح، ويعلن رسميا بأي اتجاه وأي خيار يروح. خلاف هذا أنا أعتقد الشارع العراقي ما راح يوقف. ما هي أخطر فاتورة ممكن أن يدفعها العراق من هذه السياسة في هذه المرحلة؟ أنا أعتقد إذا بقينا بهذه السياسة حقيقة الغير حكيمة سندفع بخسارة كبيرة سياسيا واقتصاديا وجماهيريا، والشارع لا يتقبل أن يستمر الوضع بهذا الشكل. وأنا أعتقد هذا العام سيحدث الكثير من الأمور ومعالجتها. يعني شو تتوقع شو يصير مثلا؟ شنو يحدث الكثير؟ شنو يصير يعني؟ يتغير السيد عادل عبد المهدي؟ أكو الأمريكان يفكرون ببدائل؟ القوى السياسية تفكر ببدائل؟ أم أن السيد عادل عبد المهدي ممكن أن يكون أفضل الخيارات الآن؟ السيد عادل عبد المهدي إذا ما راح الخيار وهذا الخيار يكون صحيح وشجاع ويعلن أمام الملأ عن هذا الخيار، أنا أعتقد السيد عادل عبد المهدي لن يستمر. يعني ما راح يخلوه الأمريكان؟ لن يستمر. إذا ما صار ويا الأمريكان ما يخلوه؟ لن يستمر لا هو ولا حكومته. إذا ما صار ويا الأمريكان؟ إذا ما اختار الخيار الصحيح. شنو الخيار الصحيح؟ العراق هو يختاره، يروح بأي اتجاه. هسا احنا الشعب بنقول له يا بروح ويا فلان مثلا. هو يعرف ليش، هو ما يعرف وين يروح؟ هو ليش ما يعرف؟ من راح باتجاه حيدر، من راد يروح مع سيمنز والأمريكان وقفوا العقد مع سيمنز، ما يعرف وين القوة اليوم؟ يعني الآن القوي الأمريكان، وإحنا يجب أن نشتغل مع القوي، نطرح سياسة اللعبة مع الكبار. المصلحة تتطلب هكذا، المصلحة تتطلب هكذا. لو الإيرانيين وضعهم يختلف وتعاملوا مع الملفات بطريقة إيجابية، أنا أقول لك خلي يروحوا الإيرانيين، لأن نتائج تحديات كبيرة. أستاذ محمد، إحنا الواقع يثبت الجاية. الواقع يثبت إنه إيران في الداخل العراقي أقوى من الأمريكان، لأن الأمريكان الإيرانيين كانوا أذكياء ولعبوها على مدى سنين طويلة وشكلوا لهم قاعدة كبيرة هنا. صحيح. مو مثل قاعدة عين الأسد يمكن يدربوا لهم 100 200 300. يعني هسه الآن الأمريكان بموجب اللي تقول عليه صار بعين قاعدة الأسد، الآن بدأوا يفكرون بأذرع
يشكلوها بالعراق مثل الأذرع الإيرانية الموجودة بالعراق. لا لا يعني هو هذا الطريقة هذا هاي الغاية من تدريب قاعدة عين الأسد. هو التغلغل الإيراني بالعراق قوي سياسيا واقتصاديا وأمنيا ولا زال يأثر، لكن أكو مقومات معالجة لهذا التواجد الإيراني. الأمريكان ما يشتغلون بهذه الطريقة. الأمريكان اليوم يمتلكون 17 قاعدة. ليش أريد عادل عبد المهدي يطلع رئيس الوزراء يقول يابا ترى بالعراق كذا قاعدة، في كل قاعدة هلقت جنود؟ طلع قال ماكو ولا قاعدة. ما احنا مو بكيفة، وحب كيفة، احنا ولد الديرة. الكذاب الله يذبه بالناس. ايه احنا ولد الديرة ونعرف. اليوم بس بالأنبار 5 قواعد. هاي القواعد شو تسوي؟ الأمريكان سياستهم مو هيك شيء، مو قلت لك عامل التوريط ورطوا الإيرانيين بالعراق، ولهذا السبب أخذوا الذراع للاستهداف الإيرانيين. المرحلة الجاية أنا أعتقد راح يبدون تدريجيا يضعفون، وعوامل الضعف واضحة من خلال هاي القطاعات. الأستاذ محمد الداني السياسي المستقل، شكرا لك. مرحبا على هذا الحضور. مرحبا وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، حلقة أخرى ورمضان كريم.